الذكريات الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. الذكريات برنامج يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. الذكريات برنامج من إذاعة وتلفزيون الرسالة. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية المستقلة الرسالة، وإليكم نشرة الأخبار، هذه عناوينها. ما يسمى بمجلس الوزراء لمجموعة هكدف في أسمراء يواصل مسلسل إلهاء الشعب الإريتري. الحكومة المصرية تخطط لإعادة عدد من الإريتريين اللاجئين عنوة إلى إريتريا. صحيفة أمريكية تكشف أسباب انتصار القوات الحكومية على مجموعة تيغراي. إسماعيل هنية: أذرع المقاومة في كل مكان لكسر قيد الأسرى الفلسطينيين. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، أحييكم من إريسات الفضائية المستقلة. من العناوين إلى تفاصيل النشرة، معكم فيها أحمد شريف. كعادته المشروخة، التأم ما يسمى بمجلس وزراء حكومة هكدف في أسمراء في الأيام الماضية لإخراج مسرحيته المشروخة الملولة بشأن ما تشهده إثيوبيا من أوضاع غير مستقرة وانعكاس ذلك على إريتريا. وقد ولغت المجموعة في أسمراء في مستنقع تزوير الحقائق الماثلة على الأرض سواء في إثيوبيا أو إريتريا بهدف ذر الرماد في العيون التي صمت آذانها عن سماع مثل تلك الترهات الفارغة. ولم تتوانى المجموعة الضلالية في ترديد أراجيفها في وجه الشعب على غرار ما لاكته في حربها مع إثيوبيا حرب بادمة، وأوحلت البلاد في مستنقع التراجع لأكثر من 20 عاماً ولا تزال قبل أن يهرول زعيم المجموعة الإجرامية على توقيع ما سمي باتفاقية السلام بين أسمراء وأديس أبابا. ففي اجتماعه الأخير الصوري لم يتعفف مجلس وزراء المجموعة من ترديد عبارات إن استقرار إثيوبيا بحاجة إلى سنوات حتى تستقر أوضاعها وأن لا تؤثر سلباً على الوضع الإريتري، كما لو أن إريتريا جزءاً من إثيوبيا. وفي الوقت الذي يسكم فيه أنوف الشعب بترديد مزاعم وأكاذيب بشأن الحرب الإثيوبية للإثيوبية التي ولغت فيها المجموعة، أي مجموعة هكدف، فإن معظم مدن البلاد تعيش هذه الأيام نقصاً حاداً في كل شيء، بما في ذلك خدمات الكهرباء والمواصلات والمواد الغذائية الضرورية، كل المدن بلا استثناء، بما في ذلك العاصمة الإريترية أسمراء. تفيد مصادر مطلعة في العاصمة المصرية القاهرة بأن الحكومة المصرية تستعد هذه الأيام لترحيل 21 لاجئاً إريترياً إلى بلادهم عنوة دون رغبتهم ودون علم الجهات الأممية المعنية المختصة بشؤون اللاجئين في جمهورية مصر العربية. وتشير المصادر بأن السلطات المصرية رحلت أكثر من 50 لاجئاً إريترياً من أماكن احتجازهم في أسوان، ولا يزال التنسيق على أشده بين السلطات المصرية ومكتب الهكدف بالقاهرة سفارة المجموعة. يذكر أن عدداً من اللاجئين الإريتريين بالقاهرة قد أعيدوا عنوة إلى إريتريا خلال الفترة الماضية، منهم 8 أفراد من أسرة واحدة هم من بين 300 لاجئ إريتري لم يحسم أمر إقامتهم بالقاهرة ويرجح ترحيلهم إلى إريتريا في أي وقت. وتضيف المصادر أن اللاجئين الإريتريين لاجئين الاثنين اللذين كان قد تقرر ترحيلهما إلى إريتريا قبل فترة وتم تأجيل الترحيل نتاج تدخل جهات حقوقية والتواصل مع مكتب شؤون اللاجئين الأممية بالقاهرة، إلا أن خطر ترحيلهما مع آخرين من اللاجئين ماثل، وتناشد المنظمات الحقوقية الجهات المختصة الالتفات إلى أوضاع هؤلاء اللاجئين في جمهورية مصر العربية.
أنباؤنا هذه سيداتي سادتي تأتيكم من الرئيسات الفضائية المستقلة. كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن النصر العسكري الذي حققه أي حققته القوات الحكومية في إثيوبيا يعود فضله لتزويد 3 قوى إقليمية أديس أبابا بطائرات مسيرة ضاربة. ونقلت عن مصادر مطلعة قولها إنها على مدى الأشهر الأربعة الماضية زودت الإمارات وتركيا وإيران أبي أحمد ببعض أحدث الطائرات المسلحة بدون طيار، حتى عندما كانت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الإفريقية تحث على وقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام بين الطرفين. أشارت إلى أن دوافع الطائرات المسيرة تباينت بين كسب المال ولكسب النفوذ في المنطقة الاستراتيجية ودعم منتصر في الصراع المتصاعد التي اجتاح ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان. وأكدت أن هذا أدى إلى تراجع قوات تيغراي منذ ذلك الحين لمسافة 270 ميلاً تقريباً عن طريق البر إلى الشمال ومحور أي محو شهور من المكاسب في ميدان المعركة بين أديس ومقلة. اعتبر حزب حراك تونس الإرادة الخميس أن الحكم بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي يدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكاة السياسية. وأصدرت الأربعاء محكمة تونسية حكما ابتدائيا بسجن المرزوقي غيابيا لمدة 4 سنوات بتهمة الاعتداء، أي تهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده تونس. وقال الحزب في بيان له إن هذا الحكم يمثل خطرا داهما على حريات جميع المواطنين واختراقا خطيرا للقضاء من طرف سلطة الانقلاب، ويدشن حقبة سوداء جديدة من المحاكمات السياسية. وطالب الحزب كل القضاة الشرفاء بالتبرؤ من هذه الأحكام والوقوف جبهة واحدة ضد العودة بالقضاء إلى مربع التعليمات وانتهاكات استقلاليته. وقال الحزب إن هذا الحكم لن يثني الرئيس المرزوقي عن العودة من فرنسا إلى أرض الوطن الذي قدم من أجله أكبر التضحيات، وسيعود عندما يقرر رفاقه ذلك. ورأى أن المحاكمة اتبعت مسارات إجرائية مشبوهة كانت تستهدف التحكم في توجيه القضية من طرف سلطة الانقلاب بغاية الوصول إلى استصدار حكم فيها بسرعة قياسية لإثناء المرزوقي عن العودة إلى أرض الوطن. ودعت الأحزاب الثلاثة عبر بيان مشترك كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعا عن الديمقراطية وحماية الدولة من التفكك. فإن بالأخير لهذه النشرة من الرئيسة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعقد لقاء جامع للفصائل الفلسطينية تعبر عن الاهتمام الجزائري المقدر بالقضية الفلسطينية. واعتبر هنية في لقاء مع قناة الشروق الجزائرية دعوة الجزائر لعقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية تعكس حرصا منها على وحدة الشعب الفلسطيني واستعادة العمل المشترك. وأشار هنية إلى أن حماس رحبت بالدعوة وأبدت الاستعداد للحضور في الوقت الذي تقرره، معربا عن أمله في أن تنعقد الندوة الجامعة للفصائل قبل عقد القمة العربية لكي يكون شعبنا كما يقول موحدا خلال انعقاد القمة التي ستهتم بالقضية الفلسطينية. وأكد هنية استعداد حماس لحضور الندوة الجزائرية الجامعة للفصائل الفلسطينية سواء قبل عقد القمة العربية أو بعدها، وأنه ليس لديها أي شروط أي حماس مسبقة لحضورها. وقال رئيس المكتب السياسي لحماس نعتقد بأن الحوار المنعقد في الجزائر يجب أن يناقش كيفية إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، ويجب أن نتفق على استراتيجية نضالية تدير المواجهة مع الاحتلال. وفي سياق آخر قال هنية إنما نشر في مجلة التايمز البريطانية عن خلافات بين حركة حماس أوهام لا أساس لها من الصحة، وشدد على أن حماس حركة موحدة وقوية ومتصاعدة وتحتل الصدارة في مشروع المقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن مسار أوسلو متخبط وطنياً حصيلته صفرية، في ظله استطاع الاحتلال أن يمرر الكثير من مخططاته
ومشاريعه الاحتلالية. نهاية النشرة. مشاهدينا الكرام، تحياتي في التقديم والإشراف، محدثكم أحمد الشريف، وتحيات زميل إدريس أبو هاشم في الإعداد والزميل عوض كداني في الكنترول والمونتاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.